السلام عليكم. ابدأ إفطارك بتناول 3 تمرات اتباعاً لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سريع الهضم مما يسرع إمداد الجسم بالطاقة ويقوي الكبد والقلب لأنه يحتوي على المعادن الأساسية. صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. إن الإكثار من السوائل في رمضان مثل العصائر المختلفة والمياه الغازية بعد الإفطار يؤثر بشدة على المعدة ويقلل كفاءة الهضم ويسبب بعض الاضطرابات الهضمية. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. الرياضة المنتظمة لها 3 منافع أساسية: تخفيض الوزن، تخفيض سكر الدم، تنشط إفراز الإنسولين اللي بدوره يعدل سكر الدم. استشر طبيبك ومدربك الرياضي. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. احرص على أن يكون غذائك متنوع وشامل لكل العناصر الغذائية، واجعل في طعام إفطارك مقدار كبير من السلطة فهي غنية بالألياف لأنها تعطيك إحساس بالشبع، وتجنب التوابل والبهارات والمخللات قدر الإمكان. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. تناول الخضروات والفواكه الطازجة في الليل وعند السحور، فهذه الأغذية تحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف اللي تتم فترة طويلة في الأمعاء، مما يقلل من الإحساس بالجوع والعطش. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. لتفادي حرقة المعدة فإنه على الصائم تناول إفطاره باعتدال، وتجنب الأطعمة المقلية والحارة، وإبقاء الرأس مرتفع أثناء النوم، وأيضا استشارة الطبيب لأن المعدة بيت الداء والدواء. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. السمنة والسكري عوامل خطيرة على صحتك، لكن برهنت الدراسات أن إنقاص كيلوغرام واحد من وزنك يقلل من مخاطر السكري بنسبة 16%. قرار صحتك بيديك. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. تجنب النوم مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار لتفادي ضيق النفس، عسر الهضم والاضطرابات المعوية التي تؤدي إلى تسارع ضربات القلب والشخير أثناء النوم. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. ينبغي على الحامل استشارة الطبيب خلال الصيام، وينبغي عليها عدم تناول كمية كبيرة من الطعام عند الإفطار، وتوزيع طعام الإفطار إلى وجبتين، الأولى عند الإفطار والثانية بعد 4 ساعات، كما ننصح بتأخير وجبة السحور. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. في معظم الأحيان أكثرنا ما يعرفون بأن عندهم ضغط دم مرتفع، وهذا يسبب مشاكل صحية. تكاثر الدهون في الشرايين يضاعف عمل القلب، مما يؤدي إلى إجهاده مع مرور الوقت. الرياضة هي الحل الأمثل. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. الصيام فرصة لإنقاص الوزن. يستهلك الجسم أثناء الصيام النشويات المخزنة ومن ثم الدهون المترسبة، هذا يساعد على إنقاص الوزن واكتساب الطاقة الحيوية. تنشطوا مع تخفيف الوزن. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. إذا كنت مريض بالسكري فإن عليك تذكر تناول وجباتك بانتظام، ولازم تأخذ جرعات الدواء اللي وصفها لك الطبيب في الأوقات المحددة، وإن تقوم بالتمارين الرياضية بانتظام، وبهالشكل بتقلل من مضاعفات السكري. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. بيلاقي المدخنون في الصيام فرصة للإقلاع عنه، فالسيجارة تحتوي على أكثر من 4000 مركب كيميائي، منها ما يسبب السرطان ويدمر شرايين القلب، ومنها ما يخرب الشعب الهوائية ويؤدي إلى الجلطة. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. حجم القلب بحجم القبضة، وهو العضو الأكثر جهد في حياة الإنسان. ينبض القلب معدل 2.5 بليون مرة في العمر. حافظ على قلبك بالرياضة المنتظمة وتناول الوجبات الصحية قليلة الدهون.
صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. مرضى السكري اللي يتناولون الإنسولين خاصة الجرعات العالية منه ما ننصحهم بالصيام، بس بعضهم يصر عليه، فلا بد من التواصل مع الطبيب خلال فترة الصيام. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. يستطيع المصابون بارتفاع ضغط الدم الصيام شريط تناول أدويتهم بانتظام بعد مراجعة الطبيب، وينبغي على هؤلاء المرضى تجنب الموالح والمخللات والإقلال من ملح الطعام. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. يفضل تجنب شرب المنبهات كالشاي والقهوة في الأوقات المتأخرة من الليل، وذلك لكونها مجرة للبول، وسيفقدك ذلك الكثير من السوائل التي أنت بحاجة إليها خلال صيامك. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. أثبتت الأبحاث والدراسات الدولية بأن الرياضة البدنية هي أفضل سلاح لمواجهة الأمراض اللي تهاجم الإنسان مع التقدم في السن، مثل أمراض القلب والشرايين والسكر وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. تناول الخضروات والفواكه الطازجة عند السحور، فهذه الأغذية تحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف التي تمكث فترة طويلة في الأمعاء، مما يقلل من الإحساس بالجوع والعطش. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. أختي الصائمة، احرصي على أن تحتوي مأدبة إفطارك النشويات المركبة، فهي تساعد على تحليل الطاقة الضرورية للجسم خلال ساعات الصيام، وهذه النشويات موجودة في الحبوب والبذور كالقمح والفاصوليا والعدس. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. جاء شهر رمضان هذه السنة في فصل الصيف الحار، حيث يفقد الجسم الكثير من السوائل ويتعرض للإجهاد الحراري. تجنبوا الجلوس في الأماكن الحارة وقللوا من الأعمال الجسدية المنهكة وحافظوا على سلامتكم. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. لتجنب آلام الصداع خلال فترة الصيام، فإنه عليك شرب المياه والسوائل في فترة الإفطار، النوم الكافي، التوقف عن تناول الكافيين والنيكوتين، وممارسة التمارين الرياضية. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. فرض الله سبحانه وتعالى الصيام لتقوية العزيمة وتهذيب النفس، وقد أثبتت الدراسات في الإمارات أن النساء كما الرجال يدخنون 12 سيجارة في اليوم، وهذا معدل مرتفع. توكلوا على الله واقلعوا عن التدخين. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. إذا كنت مريض بالسكري فعليك الحذر من عوارض هبوط نسبة السكر في الدم. العوارض هي الدوار، عدم التركيز، وتسارع ضربات القلب. كن مدركا لصحتك. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. لا تقتصر فوائد الصوم على النواحي الجسدية، بل إن له علاقة قوية بالنواحي النفسية عند الإنسان، فهو يساعد الفرد على تحمل المسؤولية ويعطيه الفرصة للتفكير في الذات. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. التئام الجروح عند مرضى السكري تتطلب وقت أطول، كمريض للسكري ينصح بالمشي، ولكن اختر حذاء رياضي مناسب وارتدي جوارب قصيرة لتفادي البثور. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. صادف قدوم شهر رمضان هذه السنة موسم الإنفلونزا، لتفاديه استخدم منديلك عند العطس، واغسل يديك باستمرار، وتجنب الأماكن المزدحمة التي تنقل العدوى. صحتك بالدنيا. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم.
أكدت دراسة علمية حديثة أن القلب يرتاح كثيراً أثناء فترة الصيام، حيث تنخفض ضرباته إلى 60 نبضة في الدقيقة، وهذا يعني أنه يوفر مجهود 28800 نبضة كل 24 ساعة. صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم، كيف تبدأ التمارين الرياضية كمريض للسكري؟ الإحماء قبل التمارين، تمارين خفيفة وبطيئة، ضاعف مدة التمارين تدريجياً ابتداءً من 5 دقائق. صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم، لقد تابعنا خلال شهر رمضان كيفية اتباع العادات الغذائية الصحية والسليمة، نأمل منكم الالتزام بهذه النصائح طيلة السنة لتحافظوا على صحة جيدة ونشاط دائم. تقبل الله صيامكم. عيدكم مبارك وعساكم من عواده، مع تحيات وزارة الصحة.